أعلن رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجابوري فتح التحقيق في حادث إطلاق النار على مسجد للسنة بمحافظة ديالى شرق البلاد أسفر عن مقتل العشرات. كما انسحب الجابوري ونائب رئيس الوزراء صالح المطلق من محادثات تشكيل الحكومة الجديدة مع الائتلاف الشيعي الرئيسي لحين إعلان نتائج التحقيقات في هجوم الجمعة. من حق كل الكتل السياسية أن تعبر عن مواقفها، أن تجمد وأن تعلق عملية المفاوضات، ولكن نعتقد كمجلس نواب أن هناك سياقات دستورية يجب أن تحترم، وتلك السياقات مجلس النواب يقف حريص أمام احترام المدد الزمنية التي وضعت بهذا الإطار. هذا اليوم سيعقد مجلس النواب جلسة استثنائية تتعلق بالحوادث الأمنية اللي حصلت في سبايكر. وتعد هاتان الشخصيتان من السياسيين السنة الأكثر نفوذا في العراق، وعلق مشاركتهما في المحادثات بعدما هاجمت ميليشيا شيعية مسجدا للسنة مما أسفر عن مقتل 68 شخصا. والهجمات على المساجد قضية حساسة للغاية، وأثارت في الماضي عمليات قتل انتقامية وهجمات مضادة في العراق، ليعود العنف إلى مستويات 2006-2007 في ذروة الاقتتال الطائفي. ويمثل الهجوم الدموي انتكاسة لرئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي المنتمي للأغلبية الشيعية، والذي يسعى للحصول على دعم من السنة والأكراد لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية الذي يهدد بتقطيع أوصال العراق. وحول المعارك مع تنظيم الدولة الإسلامية، تمكنت قوات البشمركة الكردية بدعم من القوات الجوية الأمريكية من استعادة السيطرة على حي يقع بالقرب من المدخل الشرقي لبلدة جلولاء على بعد 115 كيلومترا من شمال شرق بغداد، وهي منطقة شهدت اشتباكات على مدار أسابيع بحسب ما قالت مصادر عراقية. كما تقدمت القوات العراقية المدعومة بالمقاتلات نحو بلدة السعيدية المجاورة، وكلتا البلدتين تقعان بالقرب من الحدود الإيرانية وإقليم كردستان شبه المستقل. رحاب علاء، رويترز.